السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كثير من الناس إذا حدثهم عن نبوة محمد صلى الله عليه وسلم قال لك أنا لا أصدق إلا أن تأتيني بمعجزة خارقة ظاهرة. تقول له طيب انظر إلى السيرة النبوية وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم شاهدة على نبوتك. يقول لك لا لا لا، أنا أريد خارقة، شيء خارق للعادة متجاوز للسنن الكونية. تقول له إعجاز القرآن البلاغي، يقول لك أنا لا أفهم في أمور البلاغة، فلا أريد شيء واضح ألمسه بيدي. ولذلك عدد من الناس يتجه مثلا إلى ما يعرف بالإعجاز العلمي في القرآن، لأنه هذا هو مذاق ومزاج العصر. وإن كان هذا الدليل فهو آخر أدلة في حقيقة الأمر، يعني يتقدموا أدلة كثيرة أخرى كثيرة جدا. لكن دعني أقول لك، سأقدم لك دليلا سهلا بسيط، أسهل الأدلة وأوضح الأدلة، وربما في حسك اليوم بثقافة العصر أغرب الأدلة. سأقول لك هذا برهان قاطع على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وهو محمد صلى الله عليه وسلم من مكة محمد النبي. محمد صلى الله عليه وسلم من مكة محمد إلى النبي. ستقول أنت يعني تستغبيني أم ماذا؟ ستقول لي يعني احترم عقولنا، هذه طريقة المسلمين في الاستدلال لصحة دينهم، يأتون بأشياء لا معنى لها لإثبات أنه أن هذا الإسلام حق وتكبير الله أكبر. لا لا لا، ما أقول لك هو أمر عميق جدا، كان يدركه جميع الناس في القرن السابع الميلادي، ويدركه المستشرقون، ولذلك دخلوا بسببه في ورطة كبيرة جدا. لكن دعني أعطيك هذا الفيديو لرجل يبغض الإسلام كما تبغض أنت العمى، كما يقال عافانا الله إياكم من العمى، من عمى البصر والبصيرة. هذا الرجل في هذا المقطع يتحدث في كلام أقل من دقيقتين، إذا لم ترد أن تسمعه باللغة الإنجليزية تجاوزه حتى ألخص لك ما قاله. اسمع ماذا يقول توم هولاند. The key factor about the traditional account is that Muhammad receives his first revelations in Mecca, and Mecca stands at a fabulous remove from the world of the Roman Empire, from this culture, this melting pot of Jewish and Christian and Roman traditions. Mecca, we are told, stood in the middle of a desert, and its inhabitants, we are also told, are pagan. According to Muslim tradition, there are no Jews, there are no Christians in Mecca. There were not communities that from which Muhammad could have picked up these stories, according to the traditional Muslim account. And what is more, we are also told by Muslim tradition, despite the fact that actually it's contradicted within the Quran, but we're told in Muslim tradition that Muhammad was illiterate. So there was no prospect of him curling up with the Bible, picking up a few stories, a few references to Moses or the Virgin. And if that's the case, if Muhammad comes of age in a city that is pagan, that is 1,000 kilometers from the frontier with Palestine, if he is illiterate, then how on earth are we to explain this text, which is full of all these sophisticated cultural references, except as a bona fide miracle? It would seem, if we are to rely on the Muslim account of how the Quran came into being, that the divine must indeed have penetrated this mortal sublunar world of ours. المتحدث هنا هو توم هولاند، مستشرق وصحفي بريطاني، صاحب كتاب The Shadow of the Sword. يقول لنا إذا صدقنا أن ما يقوله المسلمون عن سيرة نبيهم أن محمد صلى الله عليه وسلم قد عاش في الحجاز في مكة في قلب الصحراء، وأنه كان بعيدا عن حدود فلسطين، وأنه كان أمية، وأن مكة هي بلد الوثنيين، لم يكن فيها يهود ونصارى، فيجب عندها أو يبدو عندها it seems كما يقول أنه علينا أن نصدق أن القرآن وحي وأن هذه النبوة صادقة. هذا هو خلاصة كلامه. ما قيمة هذا الكلام؟ ما معنى هذا الكلام؟ ما دلالته على النبوة حقيقة؟ توم هولاند هو ينتمي إلى طيار من المستشرقين. هذا الطيار يقول، توم هولاند في كتابه ماذا يقول؟ يقول إن مكة غير موجودة في الحجاز، مكة موجودة على الحدود بين سوريا وفلسطين.
لماذا قال هذا الكلام ولماذا قال هذا الكلام طائفة أخرى من المستشرقين مثل المستشرقة المعروفة كرون صاحبة كتاب هاجريزم؟ لماذا قالت هذا الكلام ولماذا هذا الكلام هو عامة ما يقوله طيار واسع من المستشرقين هم أتباع مدرسة وانسبرو؟ أتباع مدرسة وانسبرو عامة ويمثلهم أيضا بوئن وهو من مجموعة إنارة في ألمانيا، هذا الطيار بمجموعه يقول لك اسمع، القرآن فيه أخبار كثيرة عن أهل الكتاب وعن قصص الأنبياء وعن عقائد أهل الكتاب وعاداتهم وطقوسهم، هذه التفاصيل لا يمكن أبدا أن يعلمها رجل عاش في بيئة وثنية صرفة ورجل أمي لم يقرأ الكتاب المقدس. ومعلوم أن أصلا الكتاب المقدس وهذه تناخ العبري، الكتاب المقدس لم يعرب إلا بعد الإسلام، كيف علم رجل بالتفاصيل التي جاءت في أسفار أهل الكتاب؟ كيف علم ذلك؟ لا سبيل إلى ذلك إلا أن الذي كتب القرآن أو الذين كتبوا القرآن عاشوا في بيئة فيها عدد كبير من اليهود والنصارى، والراجح أنها إما في الشام كما هو قول عدد كبير منهم أو كما هو قول قلمة أخرى في العراق. إذا مكة غير موجودة في الحجاز، وإذا وجدت مكة في الحجاز وكانت وثنية وكان نبي الإسلام صلوات ربي وسلامه عليه كان أمية، هذا القرآن وحي. إذا أنا لست مطالبا إلا بشيء واحد بس، هو أن أثبت أن مكة في الحجاز وأن محمد صلى الله عليه وسلم أمي وأن مكة كانت وثنية. طبعا حتى تدرك عمق الورطة التي تورط في هؤلاء، هؤلاء في الحقيقة لا يقولون إن أخبار القرآن مأخوذة من الكتاب المقدس أو هي تشابه ما فقط ما جاء في الكتاب المقدس. هذا كتاب كتبه جابرييل رينولدز وهو من أهم المستشرقين، كتاب يأتي فيه بنص القرآني ويقول هذا الجزء يعود إلى التوراة، هذا يعود إلى إنجيل متى، هذا يعود إلى مدراش كذا، هذا يعود إلى تلمود كذا، هذا يعود إلى ترجم كذا، هذا يعود إلى إنجيل أبوكريفي كذا، طبقة واسعة جدا من المراجع التاريخية التي يزعم أن القرآن قد أخذ ما فيه من أخبار أخذه منها. إذا القضية ليست أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قرأ الكتاب المقدس، لا، الرسول صلى الله عليه وسلم قد قرأ الكتاب المقدس والتلمود، يعني تلمود حجمه ضخم جدا ولم يترجم كل التلمود، لم يترجم إلى سنة 2011 فقط أول ترجمة كاملة للتلمود 2011. الكتاب المقدس ترجم بعد العصر النبوي بقول عامة المستشرقين. الآن أنا سأثبت النبوة، سأقول لك، وهذا أمر قبل أن أتم كلامي، يعني هذه مسألة الاستدلال بالكتاب المقدس على أن ما جاء في القرآن معجزة لا يمكن أن يعزى إلى مصدر بشري، هو الفكرة الأساسية التي بنيت عليها هذا الكتاب، كتاب براهين النبوة، والكتاب متاح للنت مجانا للقراءة. عندما تأخذ الكتاب المقدس العهد القديم بالذات وتنظر مع القرآن الذي نشأ في بيئة وثنية، ستقتنع ضرورة أن هذه الأخبار هي من عند الله سبحانه وتعالى. الآن سأقيم الدليل على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. مكة في الحجاز، هذا الأمر لم يجادل فيه أحد من الكتاب النصارى الذين عاشوا في البيئة الإسلامية وردوا على المسلمين، ولم يناقشه أبدا لا النصارى السريان ولا النصارى الأقباط ولا غيرهم، كل النصارى كانوا مجمعين على ذلك. أيضا عندنا نقوش وشهادات تقول إن المسلمين قد جاءوا من البلاد العربية أو قد جاءوا من بلاد بعيدة عن فلسطين، وهناك كتاب صدر مؤخرا عن مركز دلائل اسمه أركيولوجية الإسلام، فيه ترجم لكثير من النقوش المتعلقة، النقوش القديمة والشهادات القديمة من القرن الأول الهجري تشهد لأمر يعني شهادتهم عن الإسلام والصحابة الذين فتحوا البلاد المجاورة. أمر أن مكة في الحجاز لا يتعلق بشهادة واحد أو اثنين، يتعلق بأمة، هناك دولة قائمة، دولة كاملة قامت في عصر النبوة وكانت
يعني تاريخها متصل، وهناك عائلات تاريخها متصل، وهناك مدارس علمية تاريخها متصل. إنكار أن مكة في الحجاز جنون محض. ولذلك ماذا فعل توم هولاند؟ توم هولاند قال إن عبد الملك بن مروان هو الذي جعل في عصره مكة في الحجاز حتى يعطي للقرآن صبغة أو للإسلام صبغة عربية، حتى هذا الانتماء القومي لعبد الملك بن مروان. ما دليلك على ذلك؟ لا يوجد أي دليل. طيب ولا مؤرخ أرخ لعبد الملك بن مروان، ولا أرخ للحجاز، ولا كتب في الجغرافيا، ولا في التاريخ، ولا في السيرة، ولا في أي شيء ذكر هذا الأمر. يعني افتراض مؤامرة بهذا العمق. يعني الناس في العصور الأولى في القرون الهجرية الأولى كتبوا في أسماء دواب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسماء سيوفه، يعني دخلوا في تفاصيل ملبس رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان يحمله في الحرب، ودخلوا في أدق التفاصيل. فكيف يأتي تغيير جغرافي كبير ضخم لا ينكره عليه أحد من المؤرخين ولا من معارضيه ولا من محبيه؟ افتراض هذا النوع من المؤامرة يعني حالة من الخبل الصريح. وبالتالي لو أردنا أن ندرس التاريخ بهذا المنطق المتطرف في نظرية المؤامرة، مباشرة سنذهب ونغلق أبواب الجامعات، أقسام التاريخ نغلقها تماما، لأنه بإمكان المرأة أن يقول ما شاء، بإمكان من شاء أن يقول ما شاء، وكل يكتب، لأن التاريخ يسمح لنا أن نسرح في خيالنا في نظرية المؤامرة. إذن أمر أن مكة في الحجاز من بداهات التاريخ التي لم يجادل فيها أحد إلا في القرن الخامس عشر هجري. تصور أن تأتي هذه المسألة بعد هذا الزمن المتأخر مع كثرة خصوم الإسلام منذ الزمن القديم. يعني مثلا أول من كتب في الطعن في الإسلام من النصارى هو يوحنا الدمشقي. يوحنا الدمشقي أبوه كان يعمل في البيضات الأموي. طيب وأقرب الناس أن يقول لنا يا أيها المسلمون أنتم زورتم تاريخكم بهذا الفحش، لم يفعل ذلك، رغم أنه افترى على الإسلام فرى كثيرة جدا في مقالته الرد على الإسماعيليين. فالأمر أوضح من الواضح. الأمر الثاني الأمية. الآن مشكلة الأمية، الحجة الآن على من؟ علي أنا حتى أثبت نبوءة، حتى أثبت أمية محمد صلى الله عليه وسلم، أم الحجة وذا بيردن أوف بروف قائمة على عبء الإثبات قائم على المخالف؟ في الزمن القديم كان عامة الناس على الأمية. في الزمن القديم ما كان يشار للأمية على أنه أمية، وإنما كان يشار للمتعلم على أنه متعلم. والقضية ليست مرتبطة بلفظ الأمي في القرآن، وهل هو يقصد به الأمي الذي لا يحسن القراءة والكتابة، أو الأمي الذي لم يقرأ كتب أهل الكتاب والذي هو ليس من أهل الكتاب. لا لا لا، القضية أوسع من ذلك بكثير. عبء الإثبات على من قال بأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو كان على خلاف عادة قومه كان يحسن قراءة الكتاب، لا يوجد دليل على ذلك، والسيرة كلها تدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستند ويعتمد على غيره في قراءة المراسلات وكتابتها وكتابة القرآن. لا يوجد نص واحد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكتب شيئا. فأمر أنه لا يحسن قراءة الكتابة في الحقيقة قد اعترف به كثير من المستشرقين. كثير من المستشرقين اعترفوا صلى الله عليه وسلم ما كان يقرأ ويكتب، وقد ذكرت عددا منهم في كتاب هل القرآن الكريم مقتبس من كتب اليهود والنصارى. والقضية في الحقيقة أكبر حتى من قراءة الكتاب. حتى لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ ويكتب ويحسن، يعني عنده أجمل خط في الكتابة باللغة العربية، وكان يقرأ بسرعة رهيبة في الكتب باللغة العربية، القضية أوسع من ذلك. الكتاب المقدس لم يكن مترجما، وهذا فصلته بتفصيل واسع جدا في هذا الكتاب. القرآن الكتاب المقدس لم يكن قد عرب أصلا، وحتى لو كان الكتاب المقدس قد عرب فالكتاب المقدس له اصطلاحاته الخاصة، ليس كل من يقرأ كتاب يفهمه. لنفترض أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ الكتاب المقدس ويفهمه ويعرف اصطلاحاته. طيب المراجع المطلوبة ليس الكتاب المقدس، المراجع المطلوبة هي التلمود والمدرشات والترجمات والأبوكريفة وكتابات أباء الكنيسة وتفاسير اليهود، عدد ضخم جدا من المراجع. لن ينقذك الكتاب المقدس، حتى لو كان هذا الكتاب قد عرب لن ينقذك من هذه الورطة. إذن مشكلة الأمية هي لا تثبت
ومن يقرأ السيرة يدركها بسهولة، وعبء الإثبات قائم على المخالف، وحتى لو ثبت أنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير أمي فهذا لا يسعف المخالفين. بقي أخيرا القول إن مكة بلد الوثنيين، العبء الإثبات على من؟ ما نعرفه عن مكة من خلال النص القرآني أن أهلها كانوا وثنيين. أنت عندما تتعامل مع القرآن حتى لو لم تؤمن أن القرآن من عند الله سبحانه وتعالى، فعليك أن تؤمن أن القرآن كان يؤرخ لعصر النبوة، لأنه فيه ذكر لأحداث في عصر النبوة. هذه الأحداث شهادة القرآن باعتباره وثيقة تاريخية، لا أقول نص رباني، وثيقة تاريخية، لأنه كان يؤرخ للمرحلة حتى لو لم تعتقد أنه من عند الله سبحانه وتعالى. القرآن يشهد أن أهل مكة كانوا وثنيين، ويشهد لصراع نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم مع الوثنيين في عصر مكة. فالتعامل مع القرآن بغير اعتبار أنه كتاب سماوي يشهد لهذا الأمر. الذي فعله خصوم الإسلام ماذا فعلوا؟ افترضوا أن النبوة غير صحيحة، صادروا على المطلوب، begging the question fallacy، صادروا على المطلوب، المطلوب إثبات أن هذه النبوة غير صحيحة. هم افترضوا هذه النتيجة في المقدمة، فبدأوا بالمقدمة، محمد ليس بنبي، إذن مكة ليست مكانا، أو المكان الذي نشأ فيه نبي الإسلام ليس مكانا للوثنيين، وإنما هو مكان لليهود والنصارى. لاحظوا أن عمق إدراك المستشرقين لحقيقة أن القرآن فيه أخبار كثيرة جدا دقيقة جدا عن أهل الكتاب، أدى بهم سواء جماعة إنارة سماعة وانسبرو وغيرهم، أدى بهم إلى القول إن القرآن والإسلام ليس رسالة جاء بها رجل واحد من مكة في الحجاز. قالوا القرآن جاءت به جماعة من اليهود المتنصرين، أو جماعة من اليهود وجماعة من النصارى، عاشوا في بيئة فيها جدل ديني كبير جدا، فهذه الجماعة طورت نفسها بنقاشاتها، كتبت هذا الكتاب، ثم تحولت بعد ذلك بفعل الحس القومي عند العرب إلى ديانة عربية، فاخترعوا لنا قصة الرجل الذي عاش في بيئة مكة. كل الشهادات على أن مكة بيئة وثنية، والقرآن فيه كثير من الإدانة لعبادة الأصنام. القرآن شهاداته في العصر المكي على إنكار عبادة الأصنام واسعة جدا، فعبء الإثبات على المخالف، ولن يجد شهادة في الحقيقة غير شهادة القرآن والسيرة لهذا الأمر. ولا توجد أي شهادة أن مكة التي في الحجاز كانت مكان لأهل الكتاب. إذن ملخص كل ما قيل، محمد صلى الله عليه وسلم من مكة محمد النبي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.